بص انا بقالي كتير بحاول اعمل انترو، اوكي؟ فانا مش عارف هعمل انترو ازاي. زيكم عاملين ايه؟ وحشني فشخ. اوكي انا هتكلم عن موضوع ادسنس، فلو حد ناوي ان هو يعمل قناه جديده ولا اي حاجه، على ما اعتقد اللي حصل لي ده جايز يحصل لك، ف وجايز يساعدك، مش عارف. فانا عارف ان هو جايز الفيديو يكون طويل، انتوا طبعا هتكونوا شايفين المده بتاعت الفيديو. انا مش عارف لان هحكي الحاجه من اول ما حصل اليوم ده، وهحكي كام حاجه كده برضو عن حصل لي قبل كده، عشان هو اللي قفلني اصلا مش ادسنس اصلا بدايه كده. اوكي هو اللي قفلني ان انا كل ما بمشي في طريق، ان هو انا طبعا اي حد فينا بيبقى ليه، هو مش اي حد، اغلب الناس بتبقى عندها حلم ان هي تحقق احلامها او ان هي تكون ناجحه، فاهم؟ فانا في كذا حاجه جربتها قبل حوار يوتيوب، يعني جربت ومشيت في طرق كتير اللي هو بحاول انجح، وكل طريق بمشي فيه لازم يحصل لي في النص الطريق، يعني مش في اول طريق، فاهم؟ بيبقى في نص اللي هو خلاص فاضل لي نص وخلاص هحقق كل حاجه، فاهم؟ وهنجح في الحاجه دي، تحصل لي حاجه وطبعا اعمل النوع اللي هو ايه، بيزهق، اللي هو انا حتى قلتها قبل كده لكذا حد. اوكي لما اتكلمت مع كذا حد، انا من النوع اللي هو بزهق من شكلي، يعني حتى من فتره فتره قريبه كنت بقول ان انا عايز احلق ومش عارف ايه وبتاع، عشان زهقت من شكلي، فاهم؟ مش عارف اعمل ايه، اللي هو بعدين طولت شعري بعدين، فاهم؟ فانا من النوع اللي هو بيزهق، فلما اكون عايز احقق حاجه مش عايز حاجه توقفني في النص، فاهم؟ لما حاجه توقفني اللي هو بتقفل، وانا من النوع اللي بيتقفل فشخ، يعني لما بتقفل من حاجه بتقفل. انا فعلا لما لقيت ان موضوع الادسنس ان انا مش عارف اعمله، انا اتقفلت. حتى ما انتوا اكيد الناس اللي بتكلمني على الفيسبوك او الانستجرام او في اي حته عامه، هتلاقوني ان انا ما كنتش بفتح، اللي هو لاني بتقفل، اللي هو ما فيش مجال حتى ان انا اتكلم مع حد، فاهم؟ يعني حتى والدتي قاعده في مصر واحنا قاعدين هنا في ايطاليا، حتى كذا مره تقول لي انت ما بتسالش عليا ليه ومش عارف ايه، لا ماما انا والله انا يعني ماليش خلق حتى لنفسي، يعني ان انا اقعد حتى اتكلم مع نفسي ما كانش ليا خلق حتى ان انا اتكلم مع نفسي، كانت حالتي متدمره، فاهم؟ لو انت بتحاول تنجح وتحاول تعمل كل حاجه ومش عارف ايه، فاهم؟ بتحاول كمان ان انت تبذل مجهود عشان يعني اللي هو تحاول ان انت تبقى بسرعه، فاهم؟ اللي هو بوم 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 بوم، تحاول ان انت تنجح، انت عايز تنجح، فاهم؟ فبتبقى انت بتطلع الحاجه دي من قلبك، فاهم؟ اللي هو بتعمل الشغل من قلبك، فاهم؟ فطبعا حصل لي حوار الادسنس ده، انا ما كنتش عارف ان انا عامل ادسنس، كانت اختي عاملاه لي قبل ما تتوفى الله يرحمها، فما كنتش عارف ان هي عامله لي القناه دي اصلا، هي دي الادسنس اللي اختي كانت عاملاها، يعني انا ما كنتش عارف حوار الادسنس ان انت تعمل له ايميل تاني والجو ده. فطبعا احنا عاملين ايميل تاني انا واخويا عشان حوار الادسنس، عشان نربطه بالقناه دي، فاتضح ان في القناه نفسها في الادسنس اللي هو بتاع اللي اختي كانت عاملاه، فكان في رقم قديم بقالي سنه ما بستعملهوش معايا رقم تاني، فالرقم القديم ده بقالي سنه ما شحنتوش، فبالتالي الشركه نفسها بتعمل له بلوك حاجه زي كده. فطبعا لفيت عشان اشوف ازاي احل موضوع الرقم ده، ازاي ارجعه وبتاع. ففي الاخر طبعا الفتره دي كنت متضايق فشخ، وقعدت اقول كلام كده زي الزفت، وكنت متضايق. اوكي فطبعا اخويا قال لي على فكره المشكله مش في الرقم اصلا، المشكله وحل مشكله الرقم ده. وبعد كده عملنا حوار الادسنس اللي هو ان احنا قفلناه وكل حاجه. طبعا قعدنا كذا فتره عمالين نحاول 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 نحاول، ففي الاخر لسه اول امبارح جه بيعمل، فكل ما نيجي نعمل حوار الادسنس يفتح لنا الايميل اللي هو بتاع القناه نفسه اللي هو الادسنس القديم. فاخويا ما اعرفش ايه اللي خلاه اللي يجي في دماغه ان هو المفروض ان هو يمسح البراوزر نفسه. اوكي لان البراوزر احنا كنا فاتحين كذا ايميل، فتح ايميل اللي هو بتاع القناه نفسها والقناه بتاعت والدتي، وكمان فاتحين ايميل اللي هو الريكفري بتاعت الادسنس اللي احنا عاملينه الجديد. اوكي وفاتح كذا حاجه تانية، وفاتح برضو حاجات تبع الديسكورد وحاجات كتير فشخ. فطبعا اخويا قال لي جايز يكون مهيس، فطبعا انا ما اعرفش حوار ان ممكن البراوزر يهيس، فاهم؟ قلت له هو ممكن فعلا البراوزر يهيس؟ قال لي اه ممكن يكون هو، عشان على طول حتى لما بيجي بيفتح الايميل القديم اللي هو الادسنس القديم بتاعك، وهو احنا اصلا قفلناه، فاهم؟ قفلنا الادسنس. فقال لي طب تعالى نجرب كده، فانا نجرب مسح كل حاجه ورجع وعمل داونلود من اول جديد، براوزر من اول جديد وكل حاجه، فتحنا فجاي يحط الادسنس الجديد، لقينا الادسنس الجديد اتحط وعادي ما كانش فيه اي مشكله. اوكي
فطبعا انا انبسطت، وفي نفس الوقت كنت الى حد ما اللي هو مش قد كده. جيت امبارح، المفروض امبارح الفيديو ده كان المفروض يكون يتعمل، بس الحمد لله ان هو ما اتعملش امبارح، عشان احكي لكم الموقف ده برضو جايز يضحككم. طبعا اتبعت لي ان انا خلاص ابروفد وكل حاجه، كل حاجه بقت تمام فاهم، وبقيت بارتنر وكل حاجه في اليوتيوب. يعني عملت ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3 المفروض ان انا كنت المفروض مستنيه، فستيب 3 اللي هو خلاص اكسبتد وخلاص كل حاجه بقت زي الفل، فانا كنت مبسوط. فجيت عشان اعمل فيديو، طبعا لقيت اخويا جاي، كان ساعتها الساعه 11 حاجه زي كده. فطبعا انا ما بعرفش اعمل فيديو وهو حد موجود فاهم، لازم يكونوا قافلين على نفسهم وبتاع عشان اكلم اخد راحتي. فطبعا جه بيكلم معايا وبتاع، قلت له فكره، بعتين لي كونجراتوليشنز ومش عارفين خلاص ممكن اعمل اللي هو خلاص اكسبتد وكل حاجه تمام. فاحنا بنتكلم، قال لي طب ثواني كده جرب، خليه عشان بدل ما يخش يقعد على البلاي ستيشن بتاعه ويتسحل وبتاع، ويبقى لما يقلني ساعات لما بيكون بيلعب في وسط اللعبه ولا اي حاجه بنادي عشان حوار الادسنس وكده. فهو يعني انا اللي فهمته انه عايز يخلص من الحاجه دي، بحيث ان احنا ايه نكون مش انا اسرع اللي هو يعني ننجز بقى عشان احنا بقالنا كتير. فجيب معرفش داس ايه غلط، لغى كل اللي احنا عملناه، ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3، لغى كل حاجه. يعني انا دلوقتي انا في ستيب 2 حتى النهارده، قلت جايز يكون خلاص هيبعتوا لي برده اكسبتد كونجراتوليشنز ومش عارف ايه اللي هم عملوه امبارح ده، طبعا ما تعمليش كده النهارده، فمش عارف بقى المفروض ان انا مستني. فانا مش عارف انا ايه اللي بيحصل لي، يعني انا حياتي غريبه فشخ. هو اول ما حصل كده هو بيدوس كليك اللي هو ان هو مش عارف يكنسل ان هو ما يبقاش بارتنر مع يوتيوب، فبقول لا بيدوس كليك، هو بيدوس كليك اللي هو انا فبقول له انت عملت ايه؟ بيقول لي انا لغيت اللي احنا عملناه. انا من جوايا اللي هو طب انا اعيط ولا اضحك ولا اعمل ايه بالظبط فاهم؟ فاللي هو انا ضحكت وفي نفس الوقت اللي هو متضايق، اللي هو ليه بيحصل معايا كده فاهم؟ ليه انا بيحصل معايا كده؟ ليه الحياه معايا مش عارف، او تقريبا الحياه بتحب تهزر معايا مش عارف، او بتحب ان هي تضايقني. عارف انت في اشخاص كده اللي هي تحب تشوف حد متضايق، انا بحس ان الحياه بتحب تشوفني متضايق مع ان انا ما بحبش اكون متضايق فاهم؟ الموضوع مسخره. قعدنا نضحك امبارح، فاخويا لما لقى كده بيقول لي بقول لك هو انت كنت هتعمل فيديو يعني، لاني كنت استناهم ان هم يخشوا جوه يقعدوا وبتاع مش عارف ايه. قال لي اقول لك على حاجه نصيحه، قلت له ايه؟ قال لي لان في كذا حاجه، لما حاجه كذا حاجه حصلت اول ما جه وبتاع، لاني افتكرت ان في حاجه بره غريبه وبتاع وفاهم، حتى سالته في حد بره ومش عارف ايه وانا بصور. بيقول لي هو بص هو شكله اليوم النهارده مش حلو، فانا نصيحه اعمل الفيديو ده بكره. قلت له تصدق فعلا عندك حق، انا برضو كنت بفكر ان اعمل الفيديو ده يعني ما اعملهوش النهارده، لان المواضيع كلها الماشيه او اللي بتحصل يوم مش لطيف، لو عملت فيديو جايز يطلع مش حلو فاهم. فانا ما كنتش عارف ان ربنا يعني كان شايل لي الحته دي، ان يعني اللي هو انا النهارده يعني انا وانا بعمل فيديو قلت اه جايز يكون ربنا يعني خلاني ان الكلام ده يحصل امبارح عشان احكيه، عشان اكيد حد هيضحك جايز الله مش عارف بصراحه مش عارف. بس هو الموضوع كان مضحك يعني ما حصل، مش عارف اشرحها ازاي. احيانا البشر بيحبوا يعني بيحبوا يضحكوا على الحاجات، عارفين انتوا نظام ديب ويب، الحاجات اللي هي الدارك فشخ، اللي هو الكوميدي الدارك فشخ، تحس مش عارف بيسموه ايه والله ما فاكر بيسموه ايه، اللي هو الكوميدي اللي هو الكوميدي اسود، اللي هو تضحك على 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 وجع حد فاهم. فما اعتقد ان دي حاجه ممكن تضحك الناس على وجعي انا، ف ممكن مش عارف ما علينا. وصحيح وبعدها طبعا بعد ما عملنا الحوار ده، فطبعا شفت بعض المسجات بتاعت الناس الموجوده، وانا بشكركم فشخ الناس اللي قعدت تسال عليا كتير اختفيت مرة واحدة ليه؟ والله ما اقصد انا بتقفل. طبعا جيت افتح الديسكورد عشان كان معاذ قال لي في ناس عايزة اتكلمك وبتاع في الديسكورد، فقلت خلاص طالما مش هعمل فيديو افتح الديسكورد. بفتح الديسكورد في كتب لي كده البوت، بعت لي المفروض ان انا اكتب I am a human اوكي. فعملت كليك عليها انا human فاهم، بعرفش طلع ان يعمل لي الايميل ان هو غلط، وانا الايميل كاتبه صح ما فيهوش اي حاجه يعني، حتى مشيت حرف حرف واحده واحده فاهم،
اللي هو كتبت الايميل واحده واحده والباسورد واحده واحده، وبرده يعمل لي مش عارف ايه اي ام هيومن وادوس عليها مش قادره تتفتح. فطبعا الديسكورد كده انا برده انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل لي بصراحه. اوكي انا ما اعرفش يعني، انا واحد من ضمن الناس، انا حتى قلتها قبل كده، انا بكره الكمبيوتر. اوكي والكمبيوتر تقريبا انا ما اعتقد ان هما برده يعني، بحس ان الكمبيوتر احيانا برده بيكرهني مش عارف. فلو ليه يعني ليه الحاجه معايا ما بتكملش؟ ليه بجد ليه؟ انا هي حاجه تضحك يعني، انا بضحك وفي نفس الوقت موجوع، اللي هو ليه انا عملت ايه؟ او ايه اللي انا بعمله غلط في حياتي؟ ما بعملش حاجه، ما باذيش حد، ما بتريقش على حد، ما بعملش اي حاجه غلط لاي حد. بالعكس انا قاعد على طول اغلب الوقت في الاوضه، هو ده الغلط يعني. انا بتعاقب مثلا عشان قاعد في الاوضه عشان ما بطلع جايز. بص حياتي غريبه فشخ، حياتي غريبه فشخ، واللي بيحصل لي اغرب من الحياه نفسها يعني. انت لو حياتك صعبه صدقني انا حياتي صعبه زي حياتك بالظبط، بس انا بقى في حاجات بتحصل لي بتصعب عليا الحياه اكتر من كده، فاهم؟ ومع ذلك بضحك يعني، الحمد لله اصل يعني انا عايش مره واحده فانا اضحك. اوكي ف ده كان السبب ان انا مفتحش بسبب الادسنس، لان اللي انا حكيته ما اعرفش اذا كنت انا حكيت بالتفاصيل المملة ولا لا مش عارف، وانا اسف لو انا طولت عليكم لان مش عارف انا عايز اقص حاجات كتير. اوكي المهم اللي انا عايز اقوله ان انا المفروض ان انا هعمل ديسكورد تاني، مع ان الموضوع فقير. يقعد يطلب لي مش عارف تاريخ ميلادك ومش عارف ايه، يا عم انت هتجوزني؟ طب هتجوزني عشان اكتب تاريخ؟ يا عم هكتب اسمي وباسورد خلاص، احنا في 2022 المفروض الحياه تبقى اسرع يعني. الايميل اكتب اسمي بوم، باسورد بوم، بقى عندك ايميل بح شكرا، فاهم؟ افتح الديسكورد خلاص، فاهم؟ المفروض الحياه تبقى اسرع كده شويه، فاهم؟ لكن تاريخ ميلادك مش عارف تعمل ايه وبتنجان، فموضوع سهل انا عارف ان هو سهل وفي نفس الوقت فعل يعني، فاهم؟ الاثنين انا ماليش خلق، ماليش خلق بصراحه، ماليش خلق. انا اكتر حاجه بحب اعمل الفيديو بصراحه، او اقعد اعمل ايديت والجو ده يعني، ده اللي ليا خلق فيه، فاهم؟ وبالنسبه للعربيات برضه انا اقعد اظبط عربيه ومش عارف ايه، ده اللي ليا خلق فيه فشخ، فاهم؟ لكن حاجات تانية لا ماليش خلق. شكرا مش عايز اعمل اي حاجه ثانيه. وما علينا، فانا هعمل ديسكورد ثاني ان شاء الله. فالديسكورد القديم اللي عايز يطلع منه يطلع، اوكي، لانه مش تحت ايدي دلوقتي. ومش ده اللي هنتعامل فيه اصلا يعني، لان مش عارف افتحه. اوكي انا مش عارف الحياه معايا جايه معايا صح. انا لحد ما عايز اعيط، وفي نفس الوقت لحد ما مش عايز اعيط، فاهم؟ لو عايز اضحك على وجهي اضحك وعيط على وجهي. المهم لو انت الادسنس بتاعك مش جاي معاك، ممكن يكون براوزر، هو ده اللي عايز اقوله في الفيديو ده، ممكن يكون براوزر، ممكن كل حاجه ليها حل. لكن لو انت عامل ادسنس قديم والباسورد انت ناسيه، ف كونجراتوليشنز، انت مش هينفع ان انت تبقى عندك ادسنس تاني. طبعا ده اعتقد الفيديو ده مختصر عن ناس كتير، ناس كتير ما بتقولش المشاكل اللي ممكن تواجهك، اللي هم الناس اللي بتتكلم عن ادسنس ذات نفسهم، عشان دول بيستفزوني بالذات. العرب مستفزين، بيتكلموا في حاجات يا عم انجز الله يرضى عليك، ايه اللي ممكن يحصل لي؟ طب لو حصل لي كده ايه اللي اعمله؟ فاهم؟ ما بيدوش عقد نافع. بس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم تشوس. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring.